وطبعا التدخين بيضعف الجنس والقدرة الجنسية، والتدخين بيبوظ العين، والتدخين بيبوظ السنان. وهو قاعد معاك بيتكلم وانت بتقول له لو سمحت ممنوع التدخين، تبص تلاقيه اوتوماتيك كده حط ايده في جيبه وطلع علبة السجاير وولع. يا عم انت مش قلت لك انا اسف والله نسيت. وبعدين الحجر الواحد بتاع الشيشة بعلبة سجاير، احنا بنقلل كل يوم سيجارة سجارتين لغاية لما ايه؟ لغاية ما نخف. قال لي ينصر دينك وبس على راسي وجري جاب علبة سجاير وعلى طول. ما هو هتشيل البزازة مرة واحدة 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 زي الفطام. انا هدي لك 10 خطوات عشان تتخلص من الدخان. انا دلوقتي بدخن، طيب هو التدخين ده عاده سيئه ولا عاده حسنه؟ عاده سيئه اتفاق الجميع، التدخين ضار بالصحه، ومكتوب على علب السجاير كده ان التدخين يسبب السرطان. طيب المدخنين بيزيدوا وبينتشر و ما بيوقفش التدخين الا عنده فشل كلوي او عنده فشل رئوي او عنده مرض مصيبه. وطبعا التدخين بيضعف الجنس والقدره الجنسيه، والتدخين بيبوظ العين، والتدخين بيبوظ السنان، والتدخين بيبوظ الرئتين، والتدخين بيعمل فشل كلوي. كلام كويس. طيب انا بقى مش عاوز اوصل للمرحله دي، ففي 10 نصايح لبدائل التدخين. اول حاجه في لصقه اسمها لصقه النيكوتين زي النيكوديرم كده، في عندنا مضغه اسمها مضغه النيكوتين او نيكوريت لبان، فممكن قوي فص البان يغنيني عن علبه سجاير. عايز ابعد عن الاماكن اللي بتفكر بالدخان، الشله اللي بقعد معاها، اللي لما بقعد على مكان لوحدي واقفل على نفسي. احنا لسه بنسميها عاده سريه التدخين لانه لسه شباب بيبدا جديد، فلما بيبدا جديد بيقفل على نفسه الحمام، بيقفل على نفسه الاوضه كده ولا ايه؟ لكن لما بيوصل لدرجه التبجح بقى ويدخن قدام الناس وعلبتين وثلاثه، لا خلاص. مش معنى ان انا بدخن علبتين وثلاثه ودخلت في دايره الفجر يبقى ده بقى حلال، لا حرام. عايز اقول لك على حاجه، يعني انا بدخن علشان انا طالب في ثانويه وبقيت راجل وشنبي طلع، وبابا بيدخن وماما بتدخن وجده بيدخن والعيله كلها بتدخن، احنا قاعدين في غرزه. مش معنى ان انا قاعد في غرزه ان التدخين حلال، بس خلي بالك معايا، واحنا عارفين يا جماعه ان اللي قليله اللي كثيره حرام قليله حرام. يعني ايه؟ يعني القاعده بتقول ان الخمر حرام ما ينفعش اخد منها بق، ان التدخين حرام ما ينفعش اخد نفس. يعني مفيش راجل فاسد يدي لزوجته كده ولا خدي نفسين، فلازم نعترف ان الغلط غلط. واذا لم تعترف بان الغلط غلط مش هتتوب. اتوب ليه؟ لازم الاول يجي لي سرطان رئه، ولازم يجي لي فشل كلوي، ها، ولازم سناني تقع، ولازم يجي لي سرطان. انا بيجي لي ناس العياده عندها سرطان لسان وسرطان لثه، والله العظيم الدخان سرطان. في ناس بتقول لك انا هاخد بدل السيجاره العاديه سيجاره الكترونيه. السيجاره الالكترونيه العن من السيجاره العاديه. في ناس دلوقتي بتجيب بايب، في ناس بتجيب مش عارف بتاع كبير كده زي الجوزه. يعني الشيطان ورانا، يعني زي ما اقول لك ايه، ما اجتمع رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما، بس لو اتجوزها الشيطان بيسيبه ويمشي. يعني انا عايز اقول لك عليه ان حاجه غريبه جدا، الشيطان وراك لغايه ما تغلط 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 تغلط. حلو قوي، طب انا مش عايز اغلط. لا خليك تغلط. بص يا حبيبي، بص، السيجاره الالكترونيه انا مش بستبدل غلط بغلط، ولا عاوز يبقى عندي مظهر غلط اصلا. يعني ما ينفعش احط بزازه في بقي كده بعد ما كبرت، ما ينفعش اجيب جوزه بتاع كبيره كده، ها، واقعد اشرب واشد واللي يكلمني اقوم اضربه بالعصايه، ما ينفعش الحزن ده. فهو غلط يعني غلط، ولما اعترف انه غلط واتوب احسن ما اقعد ابرر السيجاره الالكترونيه واصل البايب مش عارف فيها ايه واصل. وبعدين الحجر الواحد بتاع الشيشه بعلبه سجاير، يعني العلبه فيها 20 سيجاره، ضرر الحجر بتاع الشيشه بعلبه بحالها. يعني انا لو بشرب 3 حجاره في اليوم يبقى انا بشرب 60 سيجاره. خلي بالك بقى من المصيبه دي. طيب يبقى بنقول انا عشان اقلع عن التدخين ممكن استخدم لزقه، استخدم لبانه عشان تغنيني عن الكلام ده، ابعد عن المسيرات، احاول اقنع نفسي بعاده بديله. يعني ايه عاده بديله؟ حط في جيبك مثلا شويه لبان او شويه بونبون، انا احط ايدي في جيبي عشان اطلع سيجاره، ان الناس اللي اتعودت وهو قاعد معاك بيتكلم وانت بتقول له لو سمحت ممنوع التدخين، تبص تلاقيه اوتوماتيك كده حط ايده في جيبه وطلع علبه السجاير وولع. يا عم انت مش قلت لك انا اسف والله نسيت، بس هو اوتوماتيك كده، انت عارف. يبقى عندنا ازاي اقلع عن التدخين، عندك اما لزقه واما البانه واما اي حلويات حاجه بديله. وبعدين دايما ما تستهترش، لانك الاستهتار هيدخلك في سرطان، ده اجماع العالم كله. ولازم تكتر من النشاط البدني، يعني لازم تلعب رياضه كتير، تمشي كتير، عشان لما تمشي كتير ده بيولد حاجه اسمها سيروتونين، وده هرمون السعاده، فهرمون السعاده هيغنيك عن انك تاخد نيكوتين من بره. وبعدين الاسترخاء والتامل، يعني حاول دايما يعني تبقى ليك فتره كده تقعد فيها مع ربنا،
تطول السجود علشان يتوب عليك وتطلب مشاركة الآخرين. يعني ايه تطلب مشاركة؟ يعني يا جماعة انا هتوب على الله من السجاير، اخويا يساعدني وابويا وامي، طبطبوا عليا اليومين دول، معلش استحملوني، هتعصب شوية، هزعل شوية، هيبقى عندي withdrawal effects، عندي شوية اعراض عصبية، استحملوني لغاية ما تعدي الفترة دي على خير. ممكن الوزدرول افكس دي الاعراض الجانبية للانسحاب تاخد لها اسبوعين ثلاثة شهر، بس لو خدت قرار انتهت. بس ما ينفعش اقلع على التدخين مرة واحدة. كان في ولد في تالتة كلية وبعدين بقول له ان التدخين حرام بيضر الصحة وبتاع، فكان معاه علبة سجاير فراح مقطعها وايه وقال مش هدخن. ساعتين ثلاثة مش عارف يذاكر، مش عارف ينام، مش عارف يعمل اي حاجة. بتعمل كده ليه؟ مش عارف، عنده اريتيشن. قلت له يا حبيبي احنا بنقلل كل يوم سيجارة سيجارتين لغاية لما ايه؟ لغاية ما نخف. قال لي ينصر دينك وبس على راسي وجري جاب علبة سجاير وعلى طول. ما هو هتشيل البزازة مرة واحدة 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 زي الفطام، مش ممكن واحدة تفطم ابنها في نفس اليوم وبقرار جريء، ما ينفعش.